ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى. افتتحنا في الكرادة 2 بوابات إلكترونية وفي السعدون بوابة إلكترونية، والآن في شارع أبو نؤاس أيضا يعني بوابة إلكترونية. يوم أمس تم إلقاء القبض على إحدى السيارات المطلوبة للأجهزة الأمنية، وبالتالي هي المشروع ناجح بإذن الله تعالى. قد تتعالى الأصوات يحاولون إيقاف هذا المشروع، يمكن أن الاتجاه إلى القضاء، يمكن الاتجاه إلى أي يعني جهة يمكن أن نجلس ونتحاور بهذا المشروع. أما أن يوقف هذا المشروع وهو مشروع منتج بشهادة قيادة عمليات بغداد، بشهادة المتخصصين وبشهادة بعض الدول التي تعمل بهذا النظام. يعني احنا اليوم نعمل بهذا النظام في عام 2016، وهناك بعض الدول عملت بهذا النظام منذ عام 2007 و2004، وبالتالي اعتمادنا على الجانب الأمني وفي على القضية العلمية والتكنولوجية في مكافحة الإرهاب ستكون منتجة بإذن الله تعالى. حالة من الهدوء والحذر.